السلام عليكم. بعد الاعتداءات المتكررة التي نفذتها القوات الأمريكية في العراق، رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يعلن البدء رسميا بإجراء إجراءات إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق. السوداني كرر موقف الحكومة الثابت من قوات التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده في البلد، ومن المفترض أن تقوم لجنة ثنائية لوضع الترتيبات لذلك. هذا الأمر يرافق بيانات ومواقف من أطراف عراقية متعددة رفضت ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية من اعتداء صارخ على السيادة العراقية مرات متعددة في الفترة السابقة، وكذلك من بداية الحرب في غزة إلى الآن. أما جو بايدن فيقول إن الضربة كانت دفاع عن النفس، وستتخذ المزيد من الإجراءات حسب الضرورة. في مقابل ذلك، شنت فصائل المقاومة عمليات قصف مكثفة على عدد من القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، استمرت خلال اليومين الماضيين من دون معرفة الخسائر داخل هذه القواعد. فهل ستستجيب الإدارة الأمريكية لموقف رئيس الوزراء بإنهاء التحالف الدولي؟ وهل سيستغل السوداني هذه العمليات في التفاوض من أجل إنهاء الوجود الأمريكي والدولي الذي أعيد بعد أحداث داعش؟ وكيف يمكن ذلك في ظل الحاجة الأمريكية للأراضي العراقية في استخدامها ضد دول الجوار، خصوصا مع الحرب على غزة؟ رحب بكم في حديث العراق لهذه الليلة، وأرحب بضيوفي الأستاذ علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي، والدكتور غالب الدعمي الباحث والأكاديمي، ومن البصرة النائب علاء الحيدري عضو مجلس النواب العراقي. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. أبدأ من البصرة، حياك الله سيد علاء. الله محييك، وتحية لك ولمشاهديكم الكرام وللضيوف. شكرا جزيلا. شفت موقف السوداني الأخير، والسوداني ذكر أنه بالأيام الجاية راح تشكل لجنة ثنائية، أو هي اللجنة الثنائية موجودة. حقيقة هذا ما فهمنا الموضوع، هل هناك لجنة ثنائية بين الأمريكان أو بين التحالف الدولي والعراق موجودة أساسا ستفعل من جديد؟ هل يعني هذا أنه قرار البرلمان السابق سيفعل من جديد؟ كيف راح يكون الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أجدد الترحيب بكم وبالسادة الضيوف والمشاهدين الكرام. حقيقة عزاؤنا لذوي شهداء الغارة الأمريكية الغادرة الذي استهدفت حقيقة عنصرين من القوات الأمنية وبالتحديد من قوات الحشد الشعبي. هذا ان دل على شيء، انما يدل على انه الامريكان لا زالوا حقيقه يتعمدون في خرق السياده العراقيه، كذلك واضح وجلي لا يروق لهم حكومه منسجمه حقيقه بفريق عمل واحد بتقديم خدمات، بانه رضا شعبي حقيقه نوعا ما حول انه اليات أو البرنامج الحكومي. هذا لا يروق للأمريكان. بين فترة وأخرى تجد هنالك خرق، أو في حالة أنه انسحاب أو ما شابه ذلك، أو ضغط باتجاه الانسحاب، تجد أنه السفيرة الأمريكية تتحرك وتهدد بملفات من خلال التغريدات، من خلال اللقاءات، أما بملف التوريد أو استيراد الغاز، أما بملف أنه القطاع المصرفي، أما بملف القمح وما شابه ذلك. فبالتالي أنه موقف السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار أنه القائد العام للقوات المسلحة والسلطة الأعلى، سلطة تنفيذية، كان موقف واضح وصريح لكثير من المواقف وكثير من المؤتمرات أعلن فيها الرجل
انه موقفه بانه اتجاه او ازاء قوات ما يسمى بالتحالف الدولي في العراق. بالاضافه الى انه يعني تصريحات الاخ السيد محمد الشاع السوداني كانت مسنده من قبل مجلس النواب العراقي. اليوم احنا حقيقه التفويض للحكومه ياتي من مجلس النواب العراقي وهذا دستوريا، بالتالي مجلس النواب العراقي لديه قرار في عام 2020 انه بتصويت داخل المجلس بجدوله او انهاء ملف القوات قوات التحالف الدولي او وفي مقدمتها القوات الامريكيه. زين. وان هذا الملف وتحت اي مسمى. تمام بس هذا الموضوع انت ذكرت ولا بالبدايه. ولا تدريب. تمام. وبالتالي يوم امس ذكرت بالبدايه حضرتك انه السفيره الامريكيه. نعم. والامريكان اذا شيء ما ينسجم مع مصالحهم بالعراق بيهددون. زين الان هل محمد الشياع السوداني جاد في عملية إخراج القوات الأجنبية من العراق؟ وإذا كان جاد كيف يحسب حساباته لما يمكن أن يكون ردة فعل من قبل الأمريكان؟ أستاذ محمد، إحنا مو بالنسبة للعراق مو حديقة خلفية بالنسبة للأمريكان ولا ولاية تابعة إلى أمريكا، وبالتالي إحنا دولة وجذورها تمتد لآلاف السنين. احنا العراق تالي اذا يريد يهددني بداعش، وانا سمعت انه انت سمعت وكل المتتبعين انه تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية انه في حال انسحاب القوات الامريكية او قوات التحالف الدولي هنالك انه تحديات امنية كبيرة وخلايا داعش، هذه الورقة اعتقد اصبحت محترقة. وبالتالي احنا لازلنا هم خلي يعلمون الامريكان، احنا لازلنا نعمل فتوى من مرجع اعلى انه لا زالت نافذه، وبالتالي داعش غير داعش تنظيم ارهابي تحت اي مسمى ينسحق بالعراق. وبالتالي انه جديه رئيس الوزراء، يعني ردا على سؤالك، جديه رئيس الوزراء تاتي من جديه مجلس النواب، قرار لمجلس النواب بانهاء ملف او جدوله انسحاب القوات التحالف الدولي وفي مقدمه القوات الامريكيه من العراق. هم اذا يريد يحترمون اسس الديمقراطيه واسس الدستور في العراق هم ينسحبون، وبالتالي احنا وجود الاستشاره ووجود المدربين اليوم القوات العراقيه باتم الجهوزيه، وزاره الدفاع والداخليه وقوات الحشد الشعبي كلها يعني جهات رسمية وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، لكن أنت تأتي بطياراتك وتستهدف قادة أمنيين أو عناصر أمنيين في وسط ويعني في وضح النهار وفي وسط بغداد، هذا دليل أنه أنت ما تريد أنه تساعد على بناء دولة، دليل أنه تريد تبقى مستهتر وتتجاوز على أرواح الناس وعلى أرواح الأبرياء. والدليل القاطع أنه هو في حادثة المطار، يعني اغتيل اكبر قائد عسكري عندنا وشهيد ابو مهدي المهندس، بشنو الاسباب؟ شنو المسببات؟ المسببات النتيجه كل واحد انه او كل فرد او كل عنصر امني يقاتل تنظيم داعش وتجد انه له سطوه في مناطق القتال انه يستهدف من قبل الامريكان. ابو تقوى رضوان الله تعالى عليه الشهيد اللي يستهدف بالغاره الاخيره كان هو مسؤول حزام بغداد، مسؤول على بالتحديد على مناطق الطارمية والقريبة من الطارمية والمشاهدة وما شابه ذلك. هاي المناطق لا زالت خاصرة رخوة، ويعني انه هنالك استهداف للقوات الأمنية بين فترة واخرى في هذه المناطق. كان هذا الرجل الشهيد ابو تقوى هو مسؤول على هذا المحور، كان استهداف ابو تقوى لانه كان يقاتل داعش. كان انه يعني مو مثل ما قالوا الامريكان هو مسؤول ابو مهدي المهندس وباقي الشهداء، يعني بالتالي انه هي ورقه داعش. لا زالت امريكا تلعب بهذه الورقه. يعني ابو تقوى استوزف، يعني سياده النائب بس اسمح لي، القوات الامنيه ابو تقوى يعني استهدف لانه كان يحارب داعش. لعد ابو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه شهيد ابو مهدي ليش انقتل؟ لانه انهى داعش، ورقه داعش في العراق. مقاتله داعش تستهدف من قبل القوات الامريكيه. تمام
تمام اسمح لي خلي اسمع. ورقه داعش هو احنا مو نقول احنا داعش صناعه امريكيه لا انا ولا انت ولا اي المتتبعين ولا الاخوه الضيوف ال 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 يعني هيلاري كلينتون وزيره الخارجيه الامريكيه الاسبق اعلنت بشكل رسمي وموجوده على يوتيوب وموجوده المقاطع صحيح. تقول داعش صناعه امريكيه صحيح. اسمح لي خلينا ننتقل للضيوف وارجع لحضرتك مره ثانيه. هم صناعه امريكيه وبالتالي هاي الورقه لا زالوا يلوحون بها، لكن احنا نثني ونؤيد بقوه كاعضاء مجلس نواب كممثلين عن الشعب العراقي انه دور رئيس الوزراء في المطالبه بتشكيل لجنه ثنائيه وانهاء ملف ما يسمى بالتحالف الدولي وفي مقدمه القوات الامريكيه. تمام دكتور غالب، الكلام البرلماني هذا كلام جزء من هذا يمكن يمثلوا اغلب البرلمانيين العراقيين من الشيعه، من الشيعه. القرار اللي اتخذه محمد الشيعة السوداني هل يمكن تطبيقه لو لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحيه لضيفيك الكريمين ولجمهور قناتكم. يعني احنا عندنا قرار يوم 1/5/2020 ذكرت سيد النائب سيد علاء الحيدري يلزم الحكومه يلزم الحكومه باخراج القوات الامريكيه لتمضي الحكومه بتنفيذ هذا القرار ولا حاجه لقرار اخر، بما انه اكتسب يعني الاغلبيه في التصويت ونسبه كبيره من السنه والشيعه وبعض الكرد صوتوا عليه. ما اعتقد هناك حاجه لتصويت اخر الا للتاكيد. لا هو ماكو حاجه للتصويت يعني ولا حاجه للتصويت. والحكومه العراقيه لا بعض النواب سمعتهم يعني يقولون سنجتمع وهناك الدعوه اجتماع استثنائي والى اخره من الكلام. الان الكره بملعب الحكومه العراقيه، تريد ان تنهي هذا الملف تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أنا من دعاة أنه تعطى فرصة للحكومة للتفاوض ولا يجب أن يضغط على الحكومة. يعني شلون بأي طريقة؟ من قبل الفصائل. يعني شلون قاعد يبطلون يضربون لمن الحكومة بما أن الحكومة اتخذت قرار حتى لا يسووا الإحراجات، مو قالت الحكومة راح أطلعهم. أنا كنت حاضر خطابة بالتأبين أستاذ علي هم كان موجود قال راح نشكل لجنه او هي كل لجنه مشكله راح تستمر، اعتقد كل لجنه مشكله معلوماتي وعقدت اكثر من اجتماع في حكومه الكاظمي، والان هو سيفعل هذه اللجنه. اذا فعل اللجنه هذه وحدد جدوله الانسحاب كليا وليس كما يقول مستشار رئيس الوزراء يقول ستقوم الحكومه العراقيه بمتابعه الذين يعتدون على القوات الامريكيه. هذا من هو هذا؟ مستشار حسين علاوي. قال التصريح بالعربية وأنا شفته واستمعته. صحيح شفته. فإذا الخطاب بنحتاجه يكون واضح. يعني لا بس خطاب رئيس الوزراء ينفي مستشارين بعد خلاص واضح. المستشاري ما يدري يعني برأي الحكومة، ما يعرف مزاج رئيس شنو قرار رئيس جمهور الدولة. يفترض أن يوحد هذا الخطاب بين رئيس الوزراء وبين المستشارين والقوات الأمنية بشكل عام. زين. إذا رئيس الوزراء الآن أمامه فرصة. والاخرين اللي الفصائل الاخوه في الفصائل عليهم ان ينتظروا ويروح جهود الحكومه في هذا الجانب حتى يعطوها قوه، لماذا يتم اضعافها؟ بس يمكن القوه في استدامه الضربات على هذه القوات حتى يكون المفاوض عنده اكثر من خيار. هذا اذا نرجح الراي الاخر اللي سمعته من بعض الاخوه يقول الحكومه متفقه مع الفصائل في هذا الشان في تبادل الادوار، وانا هذا ما اميل له الكلام ما اصدقه. اقول انه على الاخوه في الفصائل انتظار راي الحكومه واعطاها فرصه للحوار حتى تبدو قويه بالعالم امام العالم. ترى هاي الضربات حكومه تقول راح نطلع القوات الامريكيه، راح نتفاوض مع الامريكان، راح نتحاور مع الامريكان، ويعطون عهود للشعب العراقي ويوجهون رسائل واضحه للامريكان، والجانب الاخر الاخوه صواريخهم على هذا القواعد الامريكيه، وطبعا الحكومه كارهه سابق تقول مو قواعد مستشارين، هسه خلينا نمشي بالروايتين سواء قواعد او النتيجه. انا ما اعطى فرصه للحكومه حتى تنفذ اجندتها حتى تبدو دولتنا قويه متماسكه واضحه. ورا سنه ما طلعوا اخوه الجماعه يشدون حيلهم ويتوكلون على الله وتنتهي القضيه. ليش يظلون يوميه صواريخ تنقيط؟ هي مو صواريخ، هاي ما تاذي يعني اقول لك بصراحه. ليش؟ كل اسبوع صاروخ ما يأذي. اخو شنو اذا ما مأذيهم ليش 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 جاي يضربونهم؟ ليش جاي يردون عليهم؟ ليش بايدن يقول نفسه يعني احنا ندافع عن انفسنا؟ خلينا نرجع قصف المطار شهداء يعني هسه لو كانت قصف المطار سبق قصف من الاخوه من الفصائل على امريكا، ما كان في قصف في زمن عادل عبد المهدي.
ده سال على قلك فإذا هم استهدافهم كل واحد كل واحد يوقف قدام داعش استهدافهم استهدافهم ما له علاقة بالقصف استهدافهم ماضي عندهم برنامج يمشون عليه وبس التبريرات هذه مرة يقولون قصفونا مرة يقولون تابعين لإيران مرة يقولون تابعين ما أعرف شنو إذن أنا الذي أقف معه حفاظا على دولتنا وهيبتنا وعدم إحراج حكومتنا عالميا انه يتركوا للحكومه بما انه هذه الحكومه ليش هم يتركون ليش ليش, ليش ليش يسمي احراج من حق اي شعب يقاوم من اي حق يعني هذا اقول لك هسه الحكومه انا هسه اساني ايش جايب الامريكي 10000 كيلو قاعد بنصي ولا 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 ينظر لا بسمح لي ولا ينظر بس والله دافع عن نفسي روح دافع عن نفسك في اي مكان ليش دافع عن نفسك المحتل البلدي نفس الرئيس الامريكي بوش قال اذا احتلت بلدي ساقاتلها وايضا قرارهم قرار احتلال وايضا في يوم دخول الامريكان هو احتلال لكن بما انه بعض الذين الان في السلطه وفي الفعاليات السياسيه قبلوا بان ياتوا مع امريكا ويعطوها التبرير لاحتلال العراق ايضا عليهم ان يعطوا الحكومه فرصه بما انه هذه الحكومه منبثقه من الجهات تدعمها الفصائل ومن حكومه الاطار اللي هو يقول نتبنى المقاومه ان يعطوها فرصه للحوار يعني مو معقوله حكومه يوميه وضح الدول المتهزز بسبب هذه الضربات وكأن العراق ضعيف لذلك أنا مع أعطاء الحكومة فرصة تمام. في إخراج القوات الأمريكية حوارية هذه الضربات غير مؤثرة ناس عندهم جدول وقاعد يمشون عليه يستخدمون الأشخاص يعني منو الأشخاص اللي يريدونهم قاعد يضربونهم هاي حجج مال قضية ضرب بس سمعت أستاذ غالب شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك سيد محمد للضيفين الكريمين ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة أنا أعتقد وذاكر هذا الموضوع وراح أؤكد عليه أن الشيعة كمكون سياسي يتعامل حقيقة وفق استراتيجية هذه الاستراتيجية تبادل الأدوار ما بين إدارة الملف السياسي والعمل على استغلال الملف العسكري والأمني كورقة ضغط باتجاه الأمريكان باعتبار المراقب للمسار يعني الأمريكي يعني كتنسيق بين الحكومة وبين أنا أتكلم تحليل هذا التحليل ما أجي من فراغ إذا رجعنا لعام 2006 لحد عام 2011 لولا هنالك اكو توأمة ما بين عناصر المقاومة الإسلامية والكادر او الطبقة السياسية الشيعية لم نستطع ان نرغب بالجانب الامريكي بالخروج من العراق وتوقيع اتفاقية إطارية في ذلك الوقت زين انا اعتقد الجانب الامريكي كان مرغما على الخروج عام 2011 وليس مخير دليل ذلك ظل مصرا على العودة إلى العراق من خلال بوابة داعش وبالتالي تمسك بهذه الورقة على أن هنالك طلب حكومي لوجوده في العراق اليوم نذكر الجميع أن البرلمان السابق طلب من الحكومة هو إخراج القوات الأمريكية هذا الجانب على المستوى الدبلوماسي والسياسي لن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب كثيرة جدا أستاذ محمد يعني على مستوى مفاوضات مع الحكومة ما راح تخرج ما راح تخرج ما ليش ما راح تخرج شو طريقة تخرج راح أعطيك دليل لا وبعدين أقول لك شلون تخرج ديك تشيني في تقرير عام 2008 ذهب إلى نظرية العمل على توأمة مصادر الطاقة العالمية مع القواعد الأمريكية وينكم مراكز طاقة يجب أن تكون هنالك قواعد أمريكية عسكرية بالقرب من هذه المراكز لماذا من سئله لماذا عند عشرة كان على لسانه باعتبار تقرير اللي ذكره من أجل السيطرة على مراكز الطاقة نحقق غرضين الغرض الأول هو السيطرة على مقدرات الدول التي تمتلك هذه الطاقة خصوصا في دول العالم الثالث والشرق الأوسط والغاية الثانية والأهم عندما نسيطر على مراكز الطاقة سنسيطر على البنية الاقتصادية للدول الكبرى باحتمال الصين والهند واليابان وألمانيا كل هذه الدول تحتاج على الواضح يعني والأمريكان هاي أطماعهم وغير ما يطبون الدولة يخربونها واضح كل شيء يعني سياسة حاجة. أمريكا بالبقاء العراق بس إحنا هنا إحنا هنا سعد غالب يجي يعني يقول لك أنا رأيي أنه الفصائل تتوقف عن استهداف القواعد هذا الموضوع مرهون أقول لك إياه مرهون بمدى احترام الجانب الأمريكي للسيادة العراقية راح تقول لي يابا مو أنتم لحد 17 هجوم طوفان الأقصى كانت الفصائل ما تستهدف الجانب الأمريكي إلى حد ما فعلا لماذا؟ وأكثر من بيان نزل من تنسيقية المقاومة بالنص قال نعطي الفرصة للحكومة الحالية للعمل على تنفيذ قرار البرلمان السابق بإخراج القوات الأمريكية لكن عندما بدأت الحرب مع الشعب الفلسطيني مع فصائل فلسطينية شاهدنا أن القواعد الأمريكية في العراق تحولت إلى ممر لوجستي وهذا يتناقض ويا الدستور العراقي في المادة 7 ثانيا تقول يجب أن لا تكون الأرض العراقية منطلقا للإرهاب ولا مصدر لتهديد دول الجوار احنا تحولنا
بسبب الجانب الأمريكي. ثانيا الجانب الإنساني يحتم على محور المقاومة بصورة عامة أن يدعم الشعب الفلسطيني. هل يجوز للجانب الأمريكي أن يدعم الكيان الغاصب ولا يجوز للشعوب العربية والإسلامية ألا تدعم فلسطين؟ من هنا بدأت المشكلة. قاعد أقول لك هذا إحراج الحكومة. ماكو إحراج، راح أرجعك. للأمانة يبدو إنه الإطار وضع استراتيجية لهذه الحكومة. طبعاً إحنا بنتكلم عن الحكومة الحالية والإطار يعملون بروح الفريق الواحد، ماكو قائد، ماكو تشاور، ماكو حوار، ماكو رسم سياسة. كان من المفترض بالسنة الأولى هو العمل على تثبيت هذه الحكومة، السنة الثانية العمل على صناعة منجز، ثم الذهاب إلى التفاوض وبقوة مع الجانب الأمريكي باعتبار إنه عندنا خلل في البنية المجتمعية وهنالك خلاف ما بين الطبقة السياسية والشارع العراقي. اليوم وصلنا إلى مراحل متقدمة. نعم قد يكون أصبح تعجيل في هذا الموضوع، لكن أنا أرى أن الضربات العسكرية أصبحت ضرورة ملحة لإحراج الجانب الأمريكي، خصوصا وأن الجانب الأمريكي يعيش حالة من الضعف ليس في العراق والمنطقة بل في كل العالم، عنده أزمات كثيرة جدا. هذه الضغوط ستجعل المفاوض العراقي لا يتفاوض تحت الطاولة، فوق الطاولة وبقوة، باعتبار أنه الآن مو جانب سياسي ودبلوماسي، لا، أكو عناصر قوة ده يستخدمها أو تستخدمها الحكومة العراقية بسبب هذه الضربات. تقول لي أكو تنسيق أو ماكو تنسيق، هذا الموضوع مهم، لكن أرى أنه هنالك ضرورة ملحة لاستخدام هذه الوسيلة لإجبار الجانب الأمريكي للتفاوض بمستوى أفقي مع الحكومة العراقية. طبعا. لا بموقف الأعلى للأدنى، أجل الحكومة والعراق من الأدنى. الجانب الأمريكي قبل الضربات لا ينظر للعراق حقيقة باحترام ولا الحكومة العراقية، وهنالك من استصغر طريقة وسياسة الحكومة الحالية وسياسة الإطار. نقول الإطار يعمل بسياسة، وهذه السياسة سياسة متعقلة وناضجة، تجارب الماضي كلها كرسها في هذه الحكومة. صح. لذلك طبعا. من يصف الحكومة بالمتراخية بالمتهاونة خلي يوصف، لكن هنالك نتائج إيجابية تسجل الحكومة. تمام سأل على القصة، مو قصة فقط إنه التحدي إنه شلون راح نتفاوض مع الأمريكا، تفاوض الحكومة العراقية مع الأمريكان. القصة إنه هناك أطراف رافضة لوجود القوات الأمريكية في العراق، تأكدتوا من عندها لو لا؟ يعني عدم تصويت الكرد في ذلك الوقت هو معناتها رفض، عدم تصويت السنة في ذلك الوقت هو معناتها رفض. الآن كيف تتعاملون إذا الأمريكان خلص طلعوا من بغداد بس بقوا بأربيل؟ طبعا بالتأكيد أنه أربيل محافظة عراقية، وبالتالي أنه المطالبة أو جدولة الانسحاب أو إنهاء ملف التحالف الدولي يجب أن يكون على جميع الأراضي العراقية، ليس في أربيل أنه هنالك قاعدة أو في باقي مناطق قليم كردستان أو في الرمادي، كلها أراضي عراقية. وبالتالي سيطرة الحكومة العراقية من الشمال إلى الجنوب على كل الأراضي العراقية ولها إرادة، وبالتالي أربيل وإن كان إقليم لكنه مرجعيتها، وبالتالي أنه حتى رواتب موظفيها وما شاء الله الميزانيات والأموال جاي تغدق عليهم من حكومة المركز، وبالتالي لهم تمثيل نيابي ولهم تمثيل حكومي في بغداد. يعني من إنهاء الملف أو الاتفاق مع يعني اللجنة الثنائية يكون بإنهاء الملف جميع القوات التحالف الدولي وفي مقدمتها أمريكا. أنا أرجع أنه أعرج على ملف أنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية وكذلك الرئيس الأمريكي يقول إحنا دفاع عن النفس. هسه مبدأ الدفاع عن النفس أنت ما أعرف يضحك على نفسه يضحك على آخرين. إحنا نعرف أنه الألاعيب الأمريكية وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط وما جرى في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق، وبالتالي انه ما تنطلي، هاي صارت لعيب قديمه بديتوا بها من الثمانينات والى هذا اليوم، فبالتالي ما تنطلي علينا. بس استاذ علاء اليوم تقول انا دفاع عن النفس. تمام. بس استاذ علاء هو وجوده يعتبر وجود شرعي بموجب الاتفاقيه. انت ما موجود بأرضك. العراق انت المعامله معاك انت محتل. لا هو يعتبر وجوده شرعي. نعم. بموجب اتفاق بينه وبين الحكومه العراقيه، بموجب الدعوه اللي صدرت الحكومه العراقيه وقالت لهم تعالوا من جديد. هسه ماكو مشكله استاذ محمد عزيزي، اكو قرار
لمجلس النواب العراقي عام 2020 تم التصويت وإصدار القرار، والحكومات للأسف إنه اللي إنه قبل حكومة السيد السوداني ما سعفت نفسه، ونعرف إحنا حكومة الكاظمي شنو اللي كان إنه العلاقة مع الجانب الأمريكي والدول الأوروبية، هذا ما أو الدول الغربية العفو. أما بالنسبة لملف إنه رئيس وزراء جاي يخرج وعلنا ويطالب بأنه إنهاء ملف التحالف الدولي في العراق، تالي عليكم إنه الانصياع والموافقة. أما بالنسبة إنه أنت اليوم ضربات المقاومة، من هذا مبدأ إنه مقاومة الله سبحانه وتعالى شرعه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن للذين ظلموا بأن يقاتلوا، وبالتالي إنه القتال الله سبحانه وتعالى للظالمين. أنت تجي تريد تضعف اليمن والضعف وتستهدف الأبرياء والعزل والبنى التحتية، وكذلك في بيروت، وكذلك في سوريا، وكذلك في العراق، من أجل شنو؟ هسه نخلي لنا سؤال واستفهام، الأجل شنو؟ الأجل تقوية، واضح تقوية شوكة الكيان الصهيوني بعد أنه عملية طوفان الأقصى، تالي هذا الكيان اهتز، وبالتالي أنه إعطاء رسالة لكل الأوروبيين أنه الكيان الصهيوني أقوى دولة موجودة في منطقة الشرق الأوسط بفضل وجود أمريكا وأسطولها وما شابه ذلك. يعني أنت تدافع عن الكيان الصهيوني ومغتصب أرض، وبالتالي لقيط في منطقة الشرق الأوسط، ومو من حق الدول العربية تدافع عن فلسطين وشعب فلسطين المسلم اللي أنه يعني أبشع القتل قتلته، هذا مو منطق. بيخالف يقول لك انت العراقيين، مصيرها معاكم انت العراقيين، تريد انه انتم اكو قرار، خلينا نقول لك وجهات نظر ثانيه، اكو وجهات نظر ثانيه. يقول لك انت العراقيين الان، انتم العراقيين الان يعني خب مصطفين مع محور المقاومه اللي تمثله ايران وتمثل حزب الله واليمن وكذا. زين، انتم الان في وضع يسمح لكم انه تدخلون في حروب، هكذا يقال انه احنا اقتصادنا واموالنا وسيطرتنا كلها بيد الامريكان، شنو مودينا نروح لهاي القصه؟ وجود فصائل عراقيه. استاذ محمد عزيزي، احنا ما ننكر وجود فصائل عراقيه تنتمي الى محور المقاومه، بس ليش انه احنا راسا نرتمي او نتهم هذه الفصائل العراقيه اللي قدمت كثير من الشهداء من اجل دفاع عن ارض العراق وحفظ الاعراض في كل مناطق العراق اللي استباحها داعش؟ ليش تتهمهم بصبغه ايرانيه؟ يعني كل واحد يدافع عن ارضه انه تتهمه بصبغه ايرانيه؟ هسه اليوم انا النائب سيد علاء الحيدر منتخب من قبل الشعب، جاي يدافع عن ارضي، وجاي يدافع عن قرار حكومه، وجاي يدافع عن قرار برلمان، يعني انه توجه الاتهام، هذا ما مو منطق يعني. وبالتالي انه احنا قلنا المقاومه من الشعب، وبالتالي الشعب هو اللي قرر المصير. انت اليوم انه تريد انه تطلب هدنه او تهدئه او ما شابه ذلك، هذا الامر باعتبار انه عائد لك انه تسرع بعمليه الانسحاب وينتهي الملف. اما انت تهدد باوراق، اما تجيني انه باتهامات هذه الفصائل او هذه المجاميع تنتمي الى 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 ايران، او تجي انه تقتل في وسط عاصمه العراق في بغداد، تقتل قاده امنيين، ولا زال حقيقه سيناريو الاستهداف لا زال يتكرر وممكن في الايام القادمه. يعني نتوقع ممكن من الامريكان، يعني ليش ممكن ان تجدد العمليات؟ يعني ممكن عمليات اخرى تحدث استهداف اشخاص عراقيين، شرخ بين الشعب وبين الحكومه، ونقص ماشي اخلال بوضع عام، هذا ما يريده الامريكان في العراق. سياده النائب، يعني اكو بالايام الجايه ممكن ان تحدث استهدافات اخرى؟ هذا تصريح رئيس الامريكي وتصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية، يقول احنا جايين ندافع عن نفسنا، وبالتالي الافراد او المجاميع اللي انه توجه لنا ضربات او انه تتهم بتوجيه ضربات ان نستهدفه، وبالتالي سيناريو
الأمريكي في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط بالعموم وبالتحديد في العراق لا زال أنه صار وفي تصعيد. وهذا الأمر أعتقد أنه المفروض تقف عند الأمم المتحدة، دول التحالف الدولي، أنه تجد أنه اتفاق بناء على قرار مجلس نواب ومطالبة رئيس الوزراء العراقي وحكومتي أنه بتفعيل اللجنة الثنائية والاتفاق، وبعدين أنه وضع جدول لغرض الانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق. تمام. ما نحتاجهم، ثق بالله. تمام. إذا يريد يهددني بورقة داعش فأنا سبق وأن أنه قلت أنه إحنا مستعدين، عندنا قوات أمنية وعندنا حشد وعندنا حكومة قوية وعندنا شعب وعندنا مرجعية، وبالتالي احنا مو ضعفاء الامريكا. واضح. انا اسالك واسال المتتبع، امريكا شنو اللي قدمت بال 2014 للقوات العراقيه عندما استباح داعش المحافظات العراقيه؟ شنو اللي قدمته انا راح اقول لك قدمته، وانا كنت في قلب الموقف وقلب وفي الميدان. انتقلت قواعدها من بغداد من باقي المحافظات الى الخليج، هذا اللي قدرت عليه، لا دبابة برامز ولا طائرة F-16 ولا غيره، هذا جاء بفضل فتوى المرجعية واستجابة الشعب وتآزر القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي، وتم يعني واضح. انت نقلت في البداية سيد علاء، انت نقلت في البداية ما جلبت التصريح للعراق غير القتل. واضح. وصل قتل آلاف مئات الآلاف من العراقيين قتلتهم أمريكا. وراح ارجع لك، انت بالبدايه قلت انه هو داعش كان صنيعة للامريكان وباعتراف وزيره خارجيتهم، اذا ماكو حاجه بعد تطلب من عندهم انه يدافعوا لك عن داعش اذا كان هو صنيعتهم، يعني كيف ممكن؟ ماكو حاجه استاذ غالب، دكتور غالب، ما عندنا حاجه للوجود الامريكي بالعراق، وجودهم فتنه، قاعد يستخدمون الاراضي العراقيه من اجل اثاره البلبله والفوضى ومستهترين وكل ذن التفاصيل. شكوا بعد. شوف أستاذ محمد، احنا نتكلم وفق القانون. الآن القوات الأمريكية وجودها شرعي وفق الاتفاقية الإطار الاستراتيجي، متى ما طالب السيد رئيس الوزراء منهم بالرحيل يصبح وجودهم غير شرعي. وضرباتهم إنها هم شرعية؟ لا، هم قانونية. ماكو شرعية. شنو يعني يقتل بلدك؟ ما أدري، يعني ما شرع، مو شرعي. قتلهم بالشوارع. إذا الحكومة عليها أن تطلب من القوات الأمريكية فورا المغادرة، وبالتالي من لحظة المطالبة ونحكي قانون احنا. ما أحكي من جيبي. اتفاقية إطار استراتيجي وقعها سيد نور المالكي. لحظة ما يعلن رئيس الوزراء الطلب رسميا من القوات الأمريكية بمغادرة الأراضي العراقية وعدم يعني القيام بأي فعالية يصبح وجودهم غير شرعي وفق القانون العراقي. لكن شعبيا أنا وأنت وأستاذ علي وأستاذ علاء الحيدري جميعنا نقول أن وجودهم غير شرعي ولا يجب أن يدخلوا العراق ولا يجب أن يبقوا بالعراق. قوات محتلة خارجية لماذا تبقى في العراق؟ العراق يحكم نفسه والعراق سيد نفسه، هذا المنطق والعقل والرأي الشعبي. لكن قانونا متى ما طلب رئيس الوزراء الموجود حاليا وصفهم قبل أيام بالإرهابيين لأول مرة يصف رئيس وزراء عراقي القوات التي قامت بهذا الفعل إنها قوات إرهابية علني صراحة. إذن هذا الوصف الكبير أعتقد لو يطلب شو منهم شو تسميها هاي؟ يعني إنه هو رئيس وزراء العراق يوصفها وقالوا إنه الحكومات السابقة إذا يريد الأمريكي يبقي وإذا ما يريد الأمريكي ما يبقي وإذا كذا، محمد الشيعي السوداني يقول لهم أنتم إرهابيين. بعد يقول لهم طلعوا خلاص، خلي يقول لهم طلعوا، شنو المانع؟ خلاص هو إذا قال أعمالكم إرهابية المفروض خلاص انتهى. يعني المفروض في اليوم الثاني أن يعلن يطلب رسميا من القوات الأمريكية بالخروج من العراق بمن سقف زمني وتنتهي القصة وخلاص يتوقفون عن أعمالهم الإرهابية مثل ما وصفها رئيس الوزراء. لكن هل تعتقد أن الأمريكان سيستجيبون للحكومة العراقية؟ لا أعتقد سيستجيبون. نعم اليوم أنا سمعت أعتقد مستشار الحكومة الأمريكية أول بارحة وسمعت اليوم مايكل أيضا يقول متى ما طلبت الحكومة العراقية من القوات الأمريكية بالمغادرة سنغادر. هذا من المتحدث غبريل يمكن كذا هيك واحد. هذا شنو شغله؟ مستشار بالحكومة الأمريكية. مستشار الرئيس الأمريكي بايدن. متى ما طلبت القوات العراقية الحكومة العراقية من القوات الأمريكية بالمغادرة سنغادر. زين كلام واضح. إذن
الكرة في ملعب الحكومة العراقية. تمام، الحكومة شنو خياراتها؟ يعني لو الحكومة الآن تقدر تقول غادر، وإذا قال رهابيين رجالهم. قال رهابيين. قال بس هاي سياسة بها تبعات. المفروض تنحسب حسابات دقيقة. إذن اللي المقطع الأول تكلمنا به، أنا تكلمت به، كان رأي يقول أعطوا للحكومة الحرية في اختيار مصلحة البلد وتحديد وقت معين للانسحاب وإخراج الأمريكان بالحوار وليس بالإجبار حتى نتجنب مشاكل، يعني الشعب العراقي غير قادر. من أي دولة خرجوا الأمريكان بالحوار؟ لا شوف يعني لا باليابان من أفغانستان الشعب لا أفغانستان قضية أخرى، باليابان الشعب الياباني أحرج الحكومة الأمريكية واليابانية عند ما تظاهر أمام القواعد الأمريكية في اليابان وأبعدها إلى مسافات خارج المدن وخارج القطاعات، وأعتقد حتى قلل تواجدها، بمعنى الشعب قادر والدبلوماسية قادرة على إخراج القوات الأمريكية، لأن أنت احسب تبعات، والتبعات قد تجعل القيادة تفلت من الحكومة شعبيا. قد تفلت طبعا. شلون يعني؟ أحكي لك إياها بصراحة. يعني الأمريكان ممكن لا ممكن يطلعون رئيس وزراء ويجيب حكومة ثانية. أتوقع كل شيء. لا مو هاي يخلقون بلبلة بالبلد. شوف أقول لك إياها، خلني أتكلم بالواقع. إحنا بعض الإخوان يتكلم بدون ما يشوف الواقع. الآن هل إن الكرد مثلا تقديرنا واحترامنا مع رأي الحكومة الحالي؟ بالعكس، هم ينظرون للحكومة عندهم وجهة نظر زين محترمة هم إلهم. هل تعتقد أن المناطق الغربية كثير من الشعب وكثير من القيادات يرغبون بمغادرة القوات الأمريكية؟ هاي عندك مكونين طلعتهم. هل أن المكون الوسط والجنوب جميعه مع المقاومة في أهدافها؟ هسه يطلع لك لا هسه مع إخراج القوات الأجنبية، هذا أعتقد الشعب العراقي، كل شعب عراقي يحب وطنه ما يتمنى بلد محترم. زين هسه ما يخالف الكرد والسنة ما عندهم، بس شنو اللي ممكن يحصل من عندهم؟ شنو اللي يصير مثلا؟ لا أنت هذا جماع. أنا شوف أنا ما أدري، نفترض هسه صارت اتفاق وأنا سامع قبل سنتين ثلاثة كوفد 20,000 واحد يسمونهم حرس إقليمي المنطقة الغربية دي يتدربون ما أدري بوحدة من الدول. يا دولة هسا دخلنا بإحراج يا دولة، يعني مثل ما سووا خط 36 بسليمانية والبيد بزمن صدام، بعيد عليهم يسوون خط 36 يعني إذا يهدونهم يهدونهم علينا مثلا، يعني يأخذون مناطق واسعة ومنطقة صحراوية والقوات بيدهم والجو بالسماء بيدهم. احنا مو نقول الدولة بها ضمن الإقليم، إقليم سماء وأرض وبحر، هم لهم السماء والأرض والبحر يا أخوي. فإذا ما دعوتي أن الحكمة تغلب التهور وأن نعطي الحكومة مزيدا من الوقت. تمام. هاي الأشياء اللي ذكرها الدكتور غالب، يعني أكو تحديات في قضية إخراج القوات الأجنبية من العراق. تحديات كثيرة جدا. طبعا وهاي واحدة من عدني، يقول لك أكو 20 واحد مثلا 20,000 الآن يدربون بهم الجماعة، في أي لحظة يدفعون لك إياهم. مو قصة داعش، هسه داعش هاي ورقة يجوز ورقة ثانية. عندك تفاصيل تتعلق بالمكون السني، بسياسيين المكون السني، بسياسيين الأكراد، وهذه قصة. شوف وأنتوا قاعد تحرجون الحكومة، قاعد تخلونها يوم بعد يوم بنص المشكلة. سادة محمد خلينا نكون واقعيين. إيه. وجود أمريكا بالعراق أحسن وصف تم وصفه وجود الأمريكان في العراق هو وصف السيد عادل عبد المهدي بعد اغتيال قادة النصر رضوان الله تعالى عليهم، عندما ذهب إلى البرلمان قال بالنص أصبح وجود القوات الأمريكية الأجنبية وخصوصا الأمريكية في العراق وجود عبثي يعبث بأمن العراق. زين احنا الآن وصفت لك اياه مع الأمريكان. انت ليش ما طلعهم بالعبثي؟ من هو؟ هو اقول لك هسه احنا طالعين من المعركة ايش كبرها. هو ليش ما اصلا ما قدم لهم طلب؟ لو قدم لو قدم طلب لا قدم ايه؟ طلب وصار قرار البرلمان اللي هو على ضوء البرلمان طالب القوات الأجنبية مغادرة العراق. زين الرجل تقول لي ليش ما قدم؟ انت خلينا نكون واقعيين، احنا وين مشكلة؟ خلينا من عده على الاهم. خوش ايه؟ الان احنا ويا الامريكان عايشين على، يعني ما طول باقين ويا الامريكان عايشين على اجهزه التنافس الصناعي. اذا بقينا بهالسياسه هاي اجاك الذيب اجاك الواو، اجاك الامريكان اجاك داعش. عمي يا داعش
أنا ما استطاعت أن أثبت نظام سياسي رغم كل هذه التهديدات. الجانب الأمريكي جابها ويا العراق خيانات بخيانات، عمالات بعمالات، صنعت مؤسسة وهنة عسكرية وأمنية، والدليل انهارت المؤسسة العسكرية عام 2014 بمجرد هجوم داعش على 5 محافظات. وشاهدنا مستوى الخيانات اللي صار من بعض القيادات الأمنية التي لا زال البعض منها لا زال يأتمر بأمر السفارة الأمريكية. قيادات عسكرية؟ طبعا قيادات عسكرية لحد هذه اللحظة، لحد الآن لحد هذه اللحظة السفارة الأمريكية تأمرهم؟ لحد هذه اللحظة. من دولة؟ هسه من دولة، هذا شغل الحكومة مو شغل لا أمريكا. مو يعني توصيفهم شنو؟ قيادات عسكرية؟ عندما يصف بالجيش بالوين دول؟ عندما يصف متحدث البنتاغون على ويشكر بعض القيادات الامنيه واضح بس ممكن تكون فتنه هاي من تيم عنده للامانه. الخليه الامنيه لا هو من وصف الحكومه الخليه الامنيه فندت هذا الموضوع، ونعرف الامريكان يحتاشون على موضوع خلط الاوراق اللي نقوله احنا. الامريكان فعلا تنتظر منهم تحديات كبيره جدا، لكن برايي اكبر التحديات هو ان يتم اخراج القوات الامريكيه من الخارج العراقي. يا باش تريد من عندي؟ تريد شراكه اقتصاديه؟ برايي هسه خلينا نتكلم احنا بالواقعيه مو بالمثاليه وبعيدا عن العواطف. تريد من عندي مشاريع؟ ما عندي مشكله، انا ابرم وياك اتفاقيات استراتيجيه بعيده المدى في موضوع الجانب جانب المشاريع والبنى التحتيه، لكن على شرط يتم اخراج القوات الامريكيه. هذا تنازل من لا مشاريع. هسه اقول لك ليش، هسه اقول لك. لا العفو لو اقلحم قريه لو لا امرين عرف قدر نفسه فصانها. الجانب الامريكي يحتاج على قرار أممي يجعل الوصايا للبنك الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العراقي. هذه أكبر نقاط الضعف الآن اللي تجبر الحكومة أن تناور. الحكومة ليست ضعيفة لكن تتعامل بواقعية. الإطار ليس ضعيف لكن يتعامل بواقعية. لذلك هذه الواقعية حتى من عندك أن تتعامل بمناورة مع الجانب الأمريكي. لكن عندما نصل إلى مرحلة المواجهة وخسارة قيادات أمنية، لا قطعا على الحكومة العراقية أن تترك كل شيء وأن تواجه الجانب الأمريكي بالخروج. تمام، أكو توصيف للعلاقة مع الأمريكان، إما أن يكونون موجودين عندك هم علاقتهم وياك قوية، نعم، يا إما يغادرونك فماكو علاقات مشتركة بينك وبينهم. يصير شيء؟ أنا ما أدري يعني. شوف لا الجانب الأمريكي ما يفرط بالعراق، خليني أقول لك إياها بصورة أو بأخرى. 2011 ما فرط بالعراق. زين. خرج وعينه على العراق، والدليل قلت لك أنا رجع عبر بوابة داعش. خسر داعش، تحول من القوة الصليبية إلى القوة الناعمة، راح للمظاهرات ودعم التظاهرات ومول التظاهرات وراد حقيقة وما اكتفى، راح المن؟ راح لموضوع تزوير نتائج الانتخابات، وراد تجريف بعض القوى السياسية التي تطالب بإخراج القوات الأمريكية وانفشل. نقول الطبقة السياسية الشيعية مع جل احترام لباقي المكونات ليست بضعيفة وتستطيع أن تواجه لأسباب كثيرة جدا. أولا حالة الوعي الجماهيري أصبحت قوية وكبيرة جدا لدى الشارع العراقي، ويعرف من هو العدو ومن هو الصديق. أنت خلفك تقف المرجعية الدينية في أي قرار سيادي يدعم قوة العراق وسيادة العراق، وبعد أنت الآن تمتلك مؤسسة أمنية قادرة أن تواجه أي تهديد. الجانب الأمريكي أنا أقول لك بس حالة واحدة، يستخدم الطيران، خلينا نعريه، خلينا نبين وجه الحقيقة للشعب العراقي، لبعض المغفلين اللي يقولون الأمريكان يجاوب قرار حكومي، يا بالحكومة اليوم طالبته، وعمي ما يريد يطلع هو، والحكومة ترى مو خايفة من عنده لكن خايفة على مصالح العراق، لكن أن نصل إلى مرحلة حرجة يجب أن تكون لدينا كلمة طبعا. وهو إخراج القوات الأمريكية والثمن ليس بقليل، أنا أقول لك إياها الثمن كبير، لكن ثق الصابر الثابت صاحب المبدأ سيكون الله معه وسينتصر. وأمريكا ترى مو أمريكا عام 2003 ولا أمريكا 91، أمريكا كومت مشاكل عدها، فبالتالي علينا أن نستثمر نقاط القوة التي لدينا ونقاط الضعف التي لديهم. ومن خلف العراق يقف محور، هذا المحور اسمه محور المقاومة. محور المقاومة ليس عيب أن نتعاون مع الخارج من أجل قوة العراق طبعًا. العيب أن نتعاون مع الخارج لإضعاف العراق طبعًا. وشتان ما بين متعاون من أجل قوة العراق وما بين متعاون من أجل إضعاف العراق. هذا على كل فصائل المقاومة الإسلامية اللي للأسف بعض المتصيدين بما العكر يقولون يابا حارجين الحكومة. لا والله ما حارجين الحكومة، اللي يفتهم السياسة واللي قارئ السياسة الأمريكية صحيح يعرف أنه أمريكا ما تحترم لا القوانين
ولا الانظمه ولا المواثيق والدليل واضح. لا بس اذكر هاي مع هنود الحمر هذا الشعب الذي اباد هو الشعب الاصلي الامريكي اباد من قبل الجانب الامريكي. تعرف الجيش الامريكي وقع ويا 150 اتفاقيه ولا اتفاقيه احترمها الجانب الامريكي؟ تريدون الان اصدق الجانب الامريكي؟ تمام اسمح لي اواجه واعرف المواجهه ليست سهله لكن النتائج ايجابيه. ماذا لو لم تستجيب الاداره الامريكيه اصلا للتفاوض للحوار بخصوص هذا الموضوع؟ حقيقة الأمر بالنسبة في حالة عدم استجابة الأمريكان أو الإدارة الأمريكية لطلب الحكومة العراقية بناء على قرار مجلس النواب يعني يعتبر وجودها هو أصلا هو احتلال وغير مشرع، بس كان بتفويض او طلب من الحكومه العراقيه. بالتالي انه اصبح بعد احنا ما عندنا فد حجه الا حجه انه اليوم مقارعه محتل موجود على ارضك، بالتالي انه اللي انه جاي يطلق على هاي الفصائل المقاومه او محور المقاومه او يتهم افرادها انه باتهامات شتى، اعتقد في يوم ما هذه فصائل المقاومه وهذه الافراد انه دافعوا عن العراق وقدموا خيره الابطال والشهداء والرجال من اجل صيانه الاعراض وصيانه الارض. اما في حاله عدم استجابتهم بالتالي انه عدم هذا الامر متروك لهم. بالتالي اعتقد النائب اسف على المقاطعه راح يصل ولا زالت الفصائل لحد هذه اللحظه تدافع عن العراق، دليل ذلك اكثر من جاسوس وجاسوسه تمسكهم من قبل الفصائل. اكو رساله اود ان انوع عنها. امريكا في حاله يعني وصلني انه من دكتور غالب او الاخ الضيف الاخ استاذ علي انه في حاله انه عدم تصويت مع او عدم الاستجابه من قبل بعض الكتل السنيه او الاطراف السنيه او الكرديه لانه قرار الحكومه في انه او الانسجام مع قرار الحكومه، ولو هذا اصبح بات يعني باعتبار قرار مجلس نواب ومطالبه الحكومه زي. في حاله عدم الانسجام بعض الاطراف من السنه او الكرد صدق بالله اول المستهدفين من قبل الامريكان واعاده السيناريو للمربع الاول هم المناطق السنيه ومناطق محافظات الاقليم، وبالتالي عوده داعش ما يعيده، وين يعيده؟ بالنجف لو بكربلاء لو بالبصره لو بالعماره هنا واقعا ينسحق على راسه، لكن هناك باعتبار يستغلون اكو مناطق رخوه واكو مؤيدين، وبالتالي انه عوده السيناريو وضرر الاهالي ونزوح و المفروض يكونون اول المؤيدين لقرار رئيس الوزراء وقرار مجلس النواب بانهاء ملف التحالف الدولي وانهاء ملف الامريكان خروجهم من العراق هم طبعا. ابناء السنه شكراً والكرد شكرا استاذ علاء قبل لا يكونون ابناء الشيعه اللي جاي يقدمون القرابين والشهداء من اجل انه حفظ الكرام وحفظ البلد. شكرا استاذ علاء الحيدري النائب في عضو مجلس النواب العراقي من البصره، شكرا دكتور غالب الدعمي الباحث والاكاديمي، شكرا ايضا استاذ علي فضل الله الباحث في الشان السياسي. عندي انا عندي تعليق شويه بسيط. الرئيس الامريكي جو بايدن يقول انه العمل العسكري الاخير في العراق اجراء ضروري يتوافق مع القانون الدولي الانساني وحقنا في الدفاع عن النفس بعد قصف مقر للحشد في العراق. ما أدري كيف يتوافق مع القانون الدولي وأي قانون هذا اللي يتحدث عنه الرئيس المخرف اللي صافح الهواء. هل هناك قانون يسمح لدولة أن تعتدي على أراضي دولة أخرى بالطريقة اللي تتعامل بها أمريكا بغطرستها واستهتارها بأرواح الشعوب؟ يعني أنت تعبر 10,000 كيلومتر حتى تدافع عن نفسك يمي بأرضي؟ أم القانون الدولي اللي لحد هذه اللحظة ما شاهد ما يرتكبه الكيان الصهيوني في غزة اللي وصل عدد الشهداء بها إلى 23,000 مواطن بريء و 58,000 جريح؟ أي قانون تتحدث عنه؟ بيا قانون هذا اللي تمتنعون عن قرار يوقف الحرب في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للمدينة المحاصرة وترتكبون أبشع الجرائم يوم بعد يوم؟ أي قانون يمكن أن يحترم وأنتم من 2001 لحد هذه اللحظة قتلتوا أكثر من 4.5 مليون إنسان
بعد حادثه برجي التجاره، وانتم تستحوذون على خيرات الشعوب ومقدراتها وتحاصرون الناس وتقتلون الابرياء، اما بآلياتكم العسكريه او بتجويعكم ومحاصرتهم بالغذاء والدواء بحجه الحريه والديمقراطيه، وتفتعلون الفتن واحده بعد الاخرى، خليت الشعوب كلها يعني تتقاتل في بيناتها. اكو قانون بقى على وجه الارض ما اخترقته امريكا الا القانون الالهي، وهم ما سلم من دعاوى مثليتكم وقذارتكم. في امان الله. Thank you.